سؤال مرتبط بالإعانات اللي كيستافدوا منها القطاع ديال النقل. منين عرفت الأسعار ديال المحروقات ارتفاعات كبيرة على مستوى السوق الدولي ومنين عكست على السوق الوطني، كان طبيعي جدا أن الحكومة تقوم بواحد الإجراء هو الدعم الموجه للمهنيين. تقريبا كلف خلال السنة الماضية كلف تقريبا 5 مليار ديال الدرهم. الغاية من هاد الدعم هذا هي بسيطة جدا، هي أن لا يقع أي تأثير أو ارتفاع بالنسبة للأسعار ديال النقل داخل المدن، تاكسيات وما بين المدن، وأيضا النقل ديال البضائع خاصة اللي موجه للأغيار. وكنعرفوا بأن هذا هو المجال الكبير اللي تقريبا تيشكل واحد الحيز كبير في الحركية ديال البضائع في بلادنا. فالتدخل كان من أجل التحكم في الأسعار ديال المواد الغذائية في التنقل ديالها داخل المجال ديال التراب الوطني، وثانيا كيف ما قلت بالنسبة للعائلات والأسر، واللي كنعرفوا شكون هي الأسر والعائلات التي تستعمل هذا النقل اللي عندها واحد الدخل منخفض. فكلفت العملية حوالي 5 مليار ديال الدرهم. الحكومة تتابع هذا الموضوع، هذا جميع المؤشرات الآن اللي كنشوفوا ربما هنا تنتقاسم نفس الكلام اللي قالوا الصحفي مراسل رويترز بأنه جميع المواد الآن، ماشي كلها، بعض المرات كتصبح بعض التقلبات، لكن غالبية المواد الأساسية في الأسواق الدولية بدأت كتعرف واحد الانخفاض. أكيد أن هذا الانخفاض غادي يكون عنده تأثير على السوق الوطنية. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.